يقول: كيف نواجه الفتن الواقعة في زماننا الحالي من الأحداث وما شابهها ومن التصوير الفاضح والعري الواضح، وقد جاء تحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل من دعا إلى فاحشة أو ظلم أو قطيعة رحم فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الفتن في كل وقت تواجه بالالتزام بالكتاب والسنة، لا يقي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم ما عليه جماعة المسلمين، لزوم ما عليه جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا الذي يحصل به النجاة من الفتن في كل وقت. نعم.